لا مرتبطة شوية بالتاريخ ديال المغرب ومرتبطة بالتكوين ديال الأسرة المغربية قديما كيفاش كانت ومرتبطة بالتربية وكيفاش كبرنا وكيفاش كبروا والدينا وكيفاش تمينا جارين معنا هاد المسائل هذه بأن دائما ديك الصورة ديال الأب هو ذاك الرجل الصلب الذي لا يكسر. ربما كانت خدامة هاد القضية قديما ربما كان احنا ما حضرناش ولكن ساخت كبرنا بان مثلا الجد ديالي مثلا كان دائما كنشوفو داك الرجل القوي والاب ديال داك الرجل القوي الذي لا يهزم وكبرات والعديد من الاسر المغربيه كبروا مع هذه المساله هذه في حين ان هذاك الاب ولا هذاك الجد اللي صليب فاش كيكون بوحدو يبكي ولكن ما عمره غادي يبين لك علاش لانه الا بكى قدامك لانه هو المثال الاعلى او جدي ولا با كيبكي بحال غادي طيح من يعني ديك الصوره اللي عنده هو حاطك بحال كتكسر فبالتالي كنعرف ناس انهم كانوا كيبكيو فاش كانوا وعاودوها ليا شخصيا انه فاش كيكونوا بوحدهم كيبكيو بصح كيبكيو يعني الدموع كيبكيو والحسره وكذا لانهم كيكونوا هازين واحد الحمل هازين واحد الثقل وكيكونوا باغيين دائما وليداتهم يوصلوا باغيين الاسره ديالهم توصل وربما هذاك هذاك العياء ديال ديك الجهد ما كيلقاش لمني ربما حتى الزوجه ديالو ما يقدرش يبكي قدامها لان دائما هي الزوجه كتشوفو ديما داك الرجل الصلب والقوي ولكن فاش كيكون بوحدو يكون عياق لانه كيبكي ولكن هاد الصوره هادي وهاد السلوك هذا ما ترسلش معنا حنا مع الوليدات الصغار ومع الجيل ديالنا حنا وكذا حتى حنا كبرنا ديال تحتي نوض ما تبكيش شنو عيروك في الزنقه تنمروا عليك ما تبكيش انت راجل ايه راك راجل مزيان ولكن راه انت عندك احاسيس راه من حقك انت تبكي من حقك انت تعبر على الخوف من حقك تعبر على الغضب من حقك تعبر على 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 الفرح يعني هاد الاحاسيس هادي كيخصنا حنا نقولوها لوليداتنا مثلا ولدك مقلق اجي غادي تبان لك غادي يبان لك في الوجه ديالو انه مقلق اجي مالك غادي يبكي عليك هو لو داروا ليا وغدا وعايروني الدراري في المدرسه وتنمروا عليا والاستاذ غوتت عليا وكذا وهذا وبدا تجري لسانه وخليه يعبر خليه يخرج داكشي ما تخليش يدفن داكشي في الداخل ديالو يعني خليه يعبر وبدا انت تجري لسانه باش كما تنقولوا باش يخرج ويفجر هذيك الطاقه اللي عنده الداخل كسوا فرحا غضبا خوفا يعني هناك غادي يحس بالاطمئنان وغادي يحس حتى بالشخصيه ديالو حتى الجانب العاطفي غيولي عنده واحد الجانب متوازي غيولي يتحكم اكثر هذا هو الجميل في الامر انك ملي كتكون كتخرج العاطفه ديالك في الوقت اللي خصك تخرجها بدون خجل كتولي عندك واحد الامكانيه انك حتى في يعني المواقف الصعبه مواقف ديال الخوف كتكون صليب كتكون بصح نيت انت شديد لانك كتكون تغلبتي على الخوف ديالك وانك كتواجه كتكون عندك قوه المواجهه كتكون عندك شخصيه قويه كتكون عندك شخصيه يعني رياديه كتكون عندك شخصيه ديال تقدر تاخذ مثلا قرارات في واحد الظرف وجيز جدا وهذيك كتخدم بهذه القضيه هذه يعني ملي صغار ملي كنجلس معاه نبدا نجري اللسان ديالو ونبدا نخرج منه هذاك وهذا هو الدور ديالنا حنا كاباء لا ديال الام لا ديال الاب ونبدا نخرج منه هذوك هاد الامور هاد الاحاسيس خصو يخرج كان خايف خصنا نعرفو خايف وعلاش خايف ونطمئنو فرحان خليه يتقاس معايا الفرح ديالو غضبان خليه يتقاس معايا الغضب ديالو بغى يبكي خليه يبكي مابقاش نسكتو العكس خليه يفجر وبالتالي من القدام غادي يكبر لك واحد الولد ولا واحد البنت اللي عندها قوه شخصيه اللي ما كتخبيش احاسيس ديالها وهادو هما اللي بغينا حنا في يكونوا في المستقبل.